you <laughs> أرحب بكم أسادة المشاهدين معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامج الأمة إرادة وهذا الصباح الذي نلتقي فيه وهذا الصباح السياسي وكثير من الأمور السياسية التي نتطرق إليها في هذا البرنامج وأيضا لقاءات مع المرشحين حول الأجندة وأكثر البرامج اللي يمكن نتطرق إليها من خلال المسيرة خلال العطاء السياسي وكل يصب في مصلحة الوطن وحب الوطن خصوصا أن سير العملية الانتخابية يسير بانتظام بمراقبة من وزارة الداخلية وهذه الجهود الجبارة يعطيهم ألف عافية على حسن التنمية وعلى حسن متابعة سير العملية الانتخابية ولكن أقول لك صباحك الله بالخير وبندر وبعد يعني سنوات أو بعد أشهر شاء الهوى أن نلتقي سهوا مرة أخرى مساك الله بالخير صباحك العزيز أحمد صباحك <applause> الله بالخير مثل ما قلت فعلا نحن الحين ساعات الصباح الأولى وايضا اصبح بالخير على جميع مشاهدينا ومتابعي برنامج الامه اراده وشاشه قناه الكوت الفضائيه، شاءت الاقدار نلتقي ان شاء الله اليوم ايضا مره ثانيه في برنامج الامه اراده، كنا في انتخابات ديسمبر 2012 واليوم احنا في انتخابات يوليو 2013. نستمر احمد في تغطيتنا لهذه الانتخابات، اليوم احنا قاعد نشوف الجو الحامي بين المرشحين، بدت الندوات أه بدت الاجواء الساخنه في الانتخابات الكل قاعد يطرح أه جميع ما عنده في هذه الايام لان تدري انت بعد تقريبا عندنا اسبوعين على الانتخابات فكثر ما يقدر المرشحين اللي قاعد نشوف تواصلهم مع الناس من خلال الدواوين ومن خلال الندوات الشغل حامي لكل شخص يحاول انه يكون فعلا يعني عضو ويمثل الناس في هذه الانتخابات طبعا انا من خلال زيارتي لبعض الدواوين امس ولبعض المرشحين خاف نقول اسامي خاف يقولون دعايه انتخابيه ولكن ما رحنا حق احد غريب رحنا حق هم مو شركات ايه عشان لا لا رحنا حق ابو محمود الاستاذ احمد لا رحنا ايضا حق, حق يعني مجموعه من النواب ولكن رايت حاله صحيه سياسيه ورايت تفاعل مع النواب اللي كان يقول بان رمضان يمكن سيكون هناك عزوف عن التصويت وعن الذهاب يعني الى المقرات الانتخابيه لا بالعكس كانت غبقات رمضانيه وكان تواصل مع الناخبين وكان هناك يعني اقبال اعتقد اكثر الايام اللي اللي قبل أن الاجواء شوي فيها حميميه. احمد اجواء الليل في رمضان معروفه يعني ما حد ينام الا بعد صلاه الفجر، هذه شغله معروفه عندنا في الكويت، لكن اجواء الليل في رمضان حلوه مثل ما قلت الغبقات والقعدات والسهر، لكن يمكن الناس لما تتكلم عن شهر رمضان يمكن يتكلمون عن فتره النهار اللي لا. راح تكون في فتره يوم الانتخاب صحيح. اللي تكون راح تكون صعبه شوي يعني الحراره ممكن واصله لايام 50 ومتعده. فهذا اللي ممكن يتعب الناس لكن نتمنى ان شاء الله خلال هذه الانتخابات انه ما يتم تاثير الاجواء الرمضانيه على الناخبين ويكون في تواصل كبير من قبل الناخبين لترشيح ال آه 50 نائب ان شاء الله في هذا المجلس. نراهن على سير العمليه الانتخابيه واليوم الحلقه حلقه نسائيه بحته مع عده مرشحات من مختلف الدوائر وان شاء الله سنتطلع الى برنامجهم الانتخابي وسير العمليه الانتخابيه وماذا ستقدم كل مرشحه لدائرتها وبدايه سيكون لنا لقاء مع الدكتور رباح النجاده مرشحه الدائره الأولى وما شاء الله تبارك الرحمن عندي العديد من الأوراق يعني اللي تتكلم عن السيرة الذاتية ولكن بداية الدكتورة صباحك الله بالخير. صبحكم الله بالنور والصحة والسلامة. الله يسلمك. آه نبارك لكم شهر رمضان الكريم ونبارك للمشاهدين ولجميع أهل الكويت. تسلمين دكتورة. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك يا رب. يعني احنا أخذناك اليوم والأجواء ويعني لربما كثير من الناخبين حابين يتواصلون معك ولكن خطفناك من العمليه الانتخابيه لننقل لساده المشاهدين كثير من الرؤى اللي عندك تفضل معاك البدايه بدايه يمكن احنا سؤالنا لك دكتوره بما انك انت انسانه اكاديميه ومتخصصه ودائما نعرف ان السياسيين لازم يكون عندهم اقل شيء حس سياسي بالامور اللي قاعده تدور عندنا في الكويت انت بحكم تخصصك الاكاديمي هل كنت متابعه للحياة السياسيه عايشه الوضع السياسي بالكويت خصوصا موضوع التازم والبطلان في المجالس وهذا الوضع والحاله السياسيه المتشنجه اللي قاعد نعيشها الفتره السابقه. للاسف ان الحين حتى ان الاطفال عايشين الجو السياسي، صرنا ننام على السياسه ونقوم على السياسه ونتكلم سياسه، السياسه صارت واقع بالنسبه لنا، ما صارت مقصوره على احد، لان الوضع السياسي صار عام. ما صار خاص حقيقي توك تفضلت إنه الأمور مستمرة فصار الشارع يتكلم سياسة فالحس السياسي صار فعلا متوفر للجميع وطبعا الناس الأكاديميين مو معزولين من الجو السياسي بالعكس هم متواصلين وكثير من الأكاديميين أصلا محللين سياسيين بيوضحوا أنهم عندهم قدرة على التحليل وعندهم قدرة على التواصل مع المجتمع فبالتالي لا إحنا عايشين سياسة حقيقي اذا اذا نتكلم عن المواصفات دكتوره بنظرك من منو اللي تنطبق عليه المواصفات اليوم كنائب في البرلمان من وجهه نظرك انت؟ طبعا هو القانون حددها ماده 82 ان النائب او المرشح لازم يكون كويت الجنسيه، لازم يكون عمره 30 سنه ميلاديه، لازم يكون ما عنده طبعا جنايه ولا اي حكم مخل بالامانه والشرف لا راجع اعتباره ويكون يعرف القراءه والكتابه. هذه اول نقطه يعني اساسيات اي اساسيات انا من وجهه نظري ان ممثل الامه المشرع للامه لا يكفي اني إن يعني انا اعرف القراءه والكتابه لازم يكون على درجه معينه من العلم والمقدره انه هو باستطاعته يشرع انت مثل ما تفضلت مساعي في حس سياسي ولكن لازم يملك القدره على التشريع لجميع مجالات الحياه الناحيه الاقتصاديه التعليميه الصحيه فهل اللي يقرا يستطيع القراءه والكتابة فقط هل فعلا عند الكفاءة إنه هو يشرع أنا أعتقد هذه صعبة هذه موضوع واحد يعني لازم الكفاءة الكفاءة العلمية لازم يكون عنده قدرة على تحمل المسؤولية لازم يتصف بالأمانة داخل مجلس يعني يدخل مجلس الأمة مو علشان هو يقعد على الكرسي صحيح. ويحقق مصالح شخصية صحيح. لا لازم يحقق مصالح وطنية لازم هو متلمس لهموم المواطنين ويبي يعالج هذه المواضيع، فلازم يتصف بالامانه والمسؤوليه والقدره عليها، لازم يكون عنده طبعا الناحيه الصحيه وأهله يعني ما يدخل واحد مريض يعني يعني للاسف في بعض الاعضاء ما نسمع اساميهم. ولا نسمع لهم اي تصاريح او اي عمل باللجان، فمعناته قدراته لا تسمح له. فهذه اقل مواصفات. اعتقد ان المفروض يتصف فيها ممثل الامه يعني دكتوره لربما عندنا كثير من الامور المتعلقه ببرنامج الانتخابي ولكن يعني حتى نكون على بينه امام سادة المشاهدين اذكر قليل من يعني ببه ما ببه. تحملين من شهادات ومن اختصاصات ومن انجازات حتى يكون المشاهد على بينه ودرايه دكتوره من جامعه ويلز في, في المملكه المتحده ماجستير من جامعه دنفر بولايه كولورادو بكالوريوس من جامعه حلوان في مصر عملت في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي كمساعد عميد القبول والتسجيل للارشاد الاكاديمي. عضو لجنه التظلمات ولجنه الترقيات ورئيسه قطاع الكليات مركز تطوير البرامج والمناهج. عضو المكتب التنفيذي للجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جوده التعليم. ما شاء الله تبارك الرحمن هذه يعني نبذه بسيطه من اللي عندي بالاوراق، ولكن حول هذه الامور اللي ذكرتها اعتقد في جزئيه مهمه جدا لابد ان نتطرق اليها اليوم ومرتبطه بسير العمليه الانتخابيه. ونحن دائما عندما نتحدث عن سير العملية الانتخابية نحاول أن نتحدث عن حالة صحية سليمة. هل اليوم الفساد بات منتشرا وبات يؤثر على سير العملية الانتخابية الفساد فرشاوي في عملية شراء الأصوات في عملية التعيينات حتى الفساد على مستوى الأغذية لربما يكون انتشر الفساد على مستوى الصحة الفساد على مستوى الرياضة وانت جئت من رحم الرياضة فأعتقد الفساد بات منتشرا في كل المجالات صحيح على الجزئيه للاسف يعني هذا الكلام ما يحتاج اثبات فعلا اصبح الفساد متفشي في جميع مجالات الحياه في جميع المؤسسات في جميع مستويات الدوله اصبح ظاهره شائعه الحل او ليش الفساد انتشر عندنا انا اعتقد نعم. سبب انتشار الفساد لان الضعف المراقبه والمتابعه عدم احترام القوانين، عندنا قوانين ولكن مو قاعده تحترم. عندنا ظاهره يسمونها القوانين الخفيه. نعم. امورنا تمشي صارت بالواسطه والمحسوبيه. شفت ابتسامه على وجه دكتوره لما احمد قال لك عن موضوع الفساد؟ ابتسامه ابتسامه حزينه <applause> نضحك على واقعنا بالضبط نعم. يعني هو لما يقول الفساد، الفساد ما صار يعني مشكله، صار وباء. صار انتشر حقيقي في كل مكان، فبالتالي صار عندنا خلل في المجتمع، عشان كذي دائما دائما السؤال مطروح، طيب ما الفساد منتشر معقوله بتصلحون العالم انتم؟ <applause> لا ال ال الاصلاح يبتدي خطوه خطوه. الحل والرؤيه للفساد الحل اول لازم نحترم القانون، نعم. لازم يكون في قانون واحترام القانون، القانون يطبق على الجميع، احنا عندنا ناس فوق مستوى القانون. هذا طبعا خطا شلون يعني ناس؟ يعني شلون؟ يعني الحين احنا ما نسمع بالسرقات يعني. نسمع ولا ما نسمع؟ مليارات شو تسوي في الاشخاص هذولي؟ هذه فوق القانون لو يطبق عليهم القانون قصدك محاسبة يعني الفاسدين؟ بالضبط في يعني مو احنا عندنا عقاب وعندنا قوانين ان اللي يستقل عمله ويعني ما نبي نقول يبوق انه يعني يتجاوز هذه الامور، مو المفروض يطبق عليه القانون؟ نعم مو قاعد يطبق فبالتالي لازم المحاسبه لازم نحاسب الـ الـ المتسبب في اي موضوع لازم نتابعه، المساءله هذه لازم بعدين عندنا لازم تطوير النظام الاداري، احنا مشكلتنا هم في الفساد، النظام الاداري عندنا في فساد اداري دكتوره؟ اكيد جدا شوف المواضيع اللي عندنا، شوف التعيينات، شوف المناصب القياديه حتى صح. نسير العملية لأن فيها فساد الروتين والبيروقراطية فقاعدة تسوي هذا النوع من الفساد لازم نحط الشخص المناسب في المكان المناسب إذا أنا غير مناسبة وييت بطريقة غير شرعية وقعدت في المكان أكيد راح يكون في فساد دكتورة أنت ما راح صر... أقدر أصلح صرحتي دكتورة رباح عن موضوع أن المرأة وصلت البرلمان وما أنصفت المرأة اليوم لما انت على فكره ك... هذا تصريح انا ما قلته مه. وصلحته لان كتبوه في اكثر من جريده شنو كان و... تصريحك؟ لان حتى في الزيادي انا تصريحي كان بالصوت والصوره قلت بالعكس هم قالوا لي المراه ما سوت شيء رديت عليهم مه. وبعدين تصلح في الوطن وفي القبس وفي كل الجرايد انا قلت بالعكس المراه اجتهدت صحيح يمكن ما حققت طموحات المرأة مه. ولكن كانت الفترة قصيرة يعني كنت تقصدين أن المرأة وصلت البرلمان ولكن ما كان عندها مثلًا الوقت اللي ممكن أنها تنصف المرأة من ناحية القوانين. لكن اليوم أنت دكتورة رباح وأنت مرشحة في الدار الأولى إذا نقول وصلتي البرلمان شنو القوانين اللي ببالك ممكن إنه يتم تشريعها علشان يتم هناك عدل ومساواة بين الرجل والمرأة وشنو القوانين اللي موجودة أصلًا وغير مفعلة اللي ممكن إن أنتي بأدواتك الدستورية في حال وصولك إن أنت راح تفعلينها. اول خلينا نكمل النقطه الاوليه عشان انصف المراه نعم. المراه صار لها كم سنه من 2009 صحيح. داخل البرلمان يعني ما صار لها شيء الرجل كم صار له سنه صار له 50 سنه لم ينصف المراه فلماذا نلوم المراه فقط خلينا نلوم النائب بغض النظر انه هو امراه او رجل فبالتالي ترى المراه سوت للمراه بس من جهه اخرى دكتوره قالوا ان المراه وجودها في الانتخابات أه تقريبا اغلى اكثر من الرجل ب 10% صحيح تقريبا 58 مقابل 42 54 فالمراه ليش ما تعطي صوت للمراه اصلا يعني هل هي ما تثق بعد في المرأة؟ آه هذه اسباب ثانيه تبين اقول لك؟ فوق يعني اول سبب الرجل، الرجل دائما يقنع المراه هو اقدر على توصيل متطلباتها عن المراه. قالوا قبل كان السبب الرجل، لكن اليوم المراه وما هي زال. قويه. صدقني وما زال آه وبعدين في تحالفات في طبعا لعبه سياسيه المراه ما عندها الخبره فيها كفايه احنا مجتمع ذكوري السيطره الحقيقي حتى على راي المراه الرجال يسيطرون عليها ويوجهونها كثير في كثير من المناطق خاصه الخارجيه يعني لا ننكر هذا الشيء الاعلام في بعض طبعا الفتاوي الدينيه ان المراه طبعا يعني تعتبر وصايا عامه انها في المجلس كل هالامور تقلل من حظوظ المراه لا. ارجع لي يعني شنو المواضيع اللي المفروض ما فيها انصاف حقيقي موضوع السكن السكن لم تنصفها القوانين المراه مو قاعد يحطون لها مثلا لا تستحق السكن مثل الرجل سواء كانت زوجة غير كويتي او امراه لم تتزوج او مطلقه او ارمله زين البدلات البدلات الماليه في العمل المراه تعامل كاعزب حتى لو كان زوجها ما ياخذ يعني الزوج هيشتغل مثلا في خاص او يشتغل برا الحكومه متقاعد المراه لا تاخذ البدلات العمل بينما الرجل ياخذ طبعا آه في عندنا المناصب القياديه طبعا المناصب القياديه حكر على الرجل عندنا 250 ترى منصب المرأة تشغل 19 منصب فقط الله من 250 من 250 منصب الحقائب الدبلوماسية عندنا 82 حقيبة دبلوماسية عندنا بس حقيبتين للمرأة من واحد بالمئة. ما شاء شق... الله اثنين <applause> امرأتين. والله طيب. عندنا الوزرة الوزرة ستة عشر وزير مم. أقصى شيء وزرو امرأتين. صح فيعني معناته فعلًا في ظلم للمرأة آه قانون التأمينات الاجتماعية هم لم ينصف المرأة فبالتالي فعلًا الجنسية قانون الجنسية صحيح. ها؟ صحيح. نفس الشيء قانون الجنسية اللي هو المرسوم خمسة عشر على 1959 مم. يقول لك يكون كويتي كل من ولد داخل الكويت او خارج الكويت أوه. لاب كويتي نعم. حدد الجنس بينما الدستور يقول لك المواطنين متساوين امام القانون لا فرق بالجنس ولا الاصل ولا اللغه ولا الدين صحيح صح صحيح. بينما القوانين عشان القوانين هذه مو دستوريه طيب. عشان كذي ترى هدف الاول ان التشريعات لازم تكون دستوريه الكل يتقنع بالدستور والكل يقول الا الدستور ونشرع قوانين تخالف الدستور يعني دكتوره من الجميل اللي انت ذكرتيه هو اهتمامك في المراه والمراه الكويتيه ومساواه حقوق المراه الكويتيه بالرجل عشان يعني احتراما للدستور احتراما للدستور وتطبيقا للقانون بالضبط. وجاء الدستور لي يعني ليجعل كل اليوم على خط واحد من العداله بالضبط. الاجتماعيه يعني ليس محاباه للمراه طبعاً. ولكن إنصاف لها تطبيق, القانون. تطبيق القانون. القانون هذا حكم طبعا احنا نتمنى طبعا ان بعد الوصول باذن الله الى سده البرلمان ان فعلا تكون هذه الرؤى هي من الاولويات ولكن اعتقد ايضا دكتوره ان الرقم الاساسي والمحرك الاساسي لسير العمليه الانتخابيه وللانتخابات هم الشباب ايضا طبعا ويعني ويعتبرون هم الثروه الاساسيه في الوطن كثير من الامور عليهم وعلى كاهلهم وعلى يعني اكتافهم والمسؤوليه لربما الان بدات عليهم والحراك السياسي انطلق من الشباب صحيح. كيف ممكن ان نحتوي الشباب وشون تشوفين ابرز المطالب الشبابيه اللي اليوم الدكتوره رباح النجاده جاءت لتتبناها حقيقي الشباب هم عماد الدوله هم رجال الغد انا قعدت مع شريحه كبيره وكنت اسالهم انتم شنو ودكم من النائب انه يتبناه هموم هم كثيره شبابنا محبط شبابنا طموح شبابنا يبي يبدي شبابنا يبي يشتغل ولكن مو قاعد تتيح له الفرصه اول شيء التعليم التعليم مالنا مو جيد الشباب يبي تعليم جيد يبي يطور نفسه يبي يطور فكره فرص العمل يتخرج الشاب سواء من الكويت او برا الكويت ويجيب الشهادات وبعدين يلاقي واقف ينطر دور واذا تعين تعين في مكان متخصصه هذا احباط حقه ولا لا؟ طبعا يقول لك انا رحت ودرست وبعدين حطوني باي مكان اذا هل يلام الشاب على الحراك السياسي اللي لا قاعد لا ما يلام وهذا شيء صحي واحنا نشجعهم لا ممكن يروح لا. يدرس بعد يجيب شهاده يقول لك مو معترف فيها التعب كله يروح يعني يروح هذا هذا موضوع اخر احنا نتخلى عدم الاعتراف مو. ولكن احنا نتكلم اللي درس ومعترف فيه والدوله حتى هي بعثته وبعدين يلاقي مجالات العمل او يحطونه في عمل ولكن لا يتطابق مع تخصصه وهذا طبعا مشكله الشباب يقول لك انا لما اطلع من الشغل شنو اسوي قاعد يقعدون بالدواوين طب الدوله هل احنا فقيره ليش ما تسوي لهم انديه علميه ثقافيه صحيه معظم الشباب ترى قاعد ياخذ معاشه ويصرفه في الانديه الصحيه التجاريه صحيح طب. طب ليش احنا ما نسوي لهم انديه بي بي يعني خلينا نقول اشتراك رمزي بحيث انهم يمارسون احتضنهم في شباب يقول لك انا اشتغل وعندي فكر ابي اسوي مشاريع ليش الدوله ما تدعمه دكتوره يمكن حتى على موضوع انت عدم التخصص في كثيرين من الشباب ايضا يمكن لما يروح مكان في هذا المكان ياخذ ألف دينار في المكان الاخر بنفس الشهاده زميله ياخذ ألفين دينار شوف الفرق بعد لكن طبعاً. هذه بعد ما فيها عداله لكن اذا دام استضربتي الموضوع الدراسه متفوقي الثانويه عندنا في الكويت لما يروحون الاختبارات اللي في الجامعات اللي برا يسقطون يسقطون دايم <applause> يعني تقريبا 40% بالمئة إيه؟ 40% من الخريجين في الثانويه العامه يسقطون في الاختبارات اختبارات قدرات و... جامعه الكويت هذولي ترى نعم والمنتدى الاقتصادي العالمي بعد في 2013 صنف الكويت بنسبه جوده التعليم بالمركز 104 من 144 دوله على مستوى ممتازم. العالم وعام 2011 الكويت احتلت المركز 48 من 50 دوله في الرياضيات والمركز 46 من 49 دوله في القراءه للاسف اذا شوف هذه الارقام دكتوره احنا شنو مشكلتنا في التعليم اليوم في الكويت ليش هذا المستوى المتدني للشباب الكويتي في التعليم حتى المتفوقين عندنا شوفوا شو مستواهم لما يروحون برا للاسف احنا عندنا مستوى التعليم جدا متدني حقيقي لازم تطوير منظومه التربيه والتعليم عندنا مخرجات ولا نفس المناهج من الاساس المناهج فلسفه التعليم كلها خاطئه احنا ما ما نعلم عشان نطور الفكر والقدرات احنا قاعدين نعلم حفظ وتلقين وبعدين الناس تاخذ شهادات خوف الامتحان الطالب يطلع بعد الامتحان سئله يقول لك نسيت كل شيء لانه هو حافظ عشان يفرق المعلومه يعني احنا ما استفدنا من التعليم عشان كذي لما يطبق المعلومه حتى بالرياضيات الرياضيات تطبيق انا اخذ معادلات أه. وبعدين اطبقها ما يقدر شنو الحل لأنه دكتوره شنو الحل لهالمشكله الحل لازم نغير فلسفه التعليم لازم نطور التعليم اساليب التعليم طرق التعليم لازم هذه تتغير لازم يكون عندنا استراتيجيه احنا ما عندنا استراتيجيه في التعليم أوه. احنا عندنا خطه يتغير الوزير يجيب خطه ثانيه تتغير خطته صحيح احنا عندنا التعليم مسيس تبع السياسه تدخل السياسه أوه. السياسه هي قال لك ارفع الدرجات الثانويه العامه ارفعوهم شنو عندنا لازم ما الدرجات غير السلم السياسة. التعليمي غير التقويم هي عمليه مزاجيه وهي رقبات عشان يرضونهم هذا مو تعليم محابات محاباه وضغوط سياسيه طيب. ترضيات دكتورة. ترضيات اشخاص على حساب مصلحه الوطن يعني احنا لربما اليوم ركزنا على ابرز القضايا اللي الدكتوره متبنيتها ما شاء الله تبارك الرحمن بدءا من قضايا المراه التعليم الشباب اعتقد هذه العناصر الاساسيه اللي تساعد على تطوير الوطن وتساعد على خطه التنميه ولكن يمكن في الدقائق الاخيره ربما هناك رسالة تود الدكتورة رباح النجادة إيصالها إلى أبناء الدائرة الأولى وهذه الرسالة من القلب إلى أبناء هذه الدائرة وهذه الكاميرا وقاعد يطالعونك وقاعد يتابعونك الكلمة اللي توجهينها لهم والله أنا ودي أقول حق أبناء الدائرة الأولى أقول لهم أنا واحدة منكم أنا مواطنة أنا بعدي ما صرت نائبة أنا متلمسة لهمومكم أنا حاسة في القبن اللي حاس فيه كل مواطن ديرتنا حلوه امكانياتنا فوق الممتازه لكن للاسف سياساتنا ضعيفه سواء من الحكومه او سواء من مجلس الامه اتمنى اتمنى ان فعلا الوضع يتغير اتمنى منكم انكم تختارون الافضل اللي يقدر يحط ايده بايد الحكومه حكومه قويه تقدر تتغلب على هذا الشيء انا ودي ان المواطن في الدائره الاولى او الثانيه او الثالثه او حتى الخامسه يحس بالعداله الاجتماعيه والعداله الاجتماعيه ما تيجي الا بالمخلصين عشان كذي اتمنى من اخواني حسن الاختيار علشان الكويت تستقر وتتطور وتتمنى وتتنمى اتمنى عيالنا يحسون بالامان بالاستقرار اتمنى يوم الانتخاب ان احنا ما نقول حر انا عندي ثقه انكم حاسين بالتكليف والواجب الوطني كلنا نطلع ونختار الافضل استاذه علي الدليمي تسلم عليك أه الله يسلمها علي طبعا هذه تقول لك من... انا اشكرك واتمنى لك التوفيق وان شاء الله تكون داعمه دائما لقضايا المراه اكيد اكيد راح اكون داعمه لقضايا المراه وقضايا الرجل وقضايا كل مواطن ان شاء الله نعم طبعا دكتوره ايضا حتى نكون على بينه لازم نبين جزئيه بعد اذنك الندوه متى راح تكون؟ أي وقتها مو مهم نذكره؟ جزاك جزاك الله خير ذكر هذا اهم شيء اليوم <applause> خلينا نقول حق يعني ابناء الدائرة الاولى وكل اللي حاب يحضر طبعا ابناء الدائره الاولى حياكم الله في مقركم في رميثيه شارع اسامه بن زيد كل ليله احنا متواجدين ومفتوح وراح ان شاء الله نسوي ندوه لاستضافتكم وعشان نتشاور معاكم وعلشان تشوفون الطرح ونشوف مقترحاتكم راح يكون ان شاء الله يوم 25 سبعة يصادف 16 رمضان الساعه 10 في مقرنا في رميتيه يوم الخميس يصادف يوم الخميس ان شاء الله ستورة. طبعا احنا تعمدنا بعد القرقعان عشان لا يقولون مشغولين في القرقعان <applause> نتمنى مراعاه للكل الحضور. ها وطبعا راح يكون عريف الحفله الاستاذ المميز احمد الرفاعي الله يسلمك شرفنا دكتوره وان شاء الله نتمنى لك التوفيق ولكل المرشحين في هذه الانتخابات وان شاء الله نتمنى نشوفك ونشوف الرفاعي في يوم شارف. 25 ويانا طبعا انت ويانا اكيد طبعا انت ويانا لازم والله انت تشرف امانه احنا احنا يمكن خلص وقتنا معك دكتوره الحين لكن ان شاء الله راح يكون معنا ضيفه اخرى وهي مرشحه الدائره الخامسه انوار القحطاني خليكم معنا لكن بعد هذا الفاصل للأمة إرادة والغاية السعادة للأمة إرادة للأمة إرادة